احنا اتفقنا على ايه يا استاذ احمد؟ اتفقنا على ايه يا ماما؟ ماما دي في البيت، مفيش حاجه في الشغل اسمها ماما. حاضر يا فندم، انا بس عايز اعرف وضعي ده هيفضل مستمر كده لحد امتى؟ ما هو مش معقول يعني ان انا ابقى واخد دبلومه من اهم معهد في العالم للسياحه واداره الفنادق ووضعي يبقى بالمنظر ده. ماله وضعك يا استاذ احمد؟ بقالي اكتر من 6 شهور وانا شغال هنا موظف غلبان، ومش بس كده عمالين كمان تنقلوني ما بين كل الادارات. هو الاستاذ احمد في اداره ايه دلوقتي يا دكتور شوقي؟ استاذ احمد دلوقتي في اداره شؤون العاملين، وبالتالي كفايه عليه كده ونفكر يعني نصعده كاحد قيادات المجموعه. ايوه كده بقى يا جدو، قول لها قصدي يا دكتور. ومكتبه جاهز يا دكتور شهدي؟ طبعا، ومعاه 2 سكرتيريه و2 مستشارين من اكفى الكفاءات في الشركه. طيب احنا ممكن ننسى شويه ان احنا في الشغل، وستك يا استاذ احمد تيجي دلوقتي حالا تديني بوسه هنا. بقول لحضرتك ايه يا دكتور؟ ايوه، هو ينفع موظف غلبان زي حالاتي كده يعني يبوس رئيس مجلس الاداره القمر ده؟ ايوه، شوف، هو بعد البحث والتحري ثبت انه يجوز ان يبوس. طالما يجوز يبقى نبوس. الف مبروك يا مستر احمد، وعلى فكره بقى قررت عينك نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب انا مضياه من يوم تخرجك، وموجود عند الدكتور شوقي، وديك سمعت مكتبك جاهز، يعني تقدر سيادتك تستلم شغلك دلوقتي حالا. ايوه كده، هو ده الكلام يا جدي. طلع حبيبي يلا بقى ما تضيعش وقت، شوف مكتبك وعشان تستلم شغلك يلا. يعني خلاص يا بابا ما عادش في مرمطه في المصانع وبين ادارات المجموعه؟ اتفضل يا سيدي. ده بقى قرار تعيينك نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. معقول يا بابا؟ معقول ونص كمان. تعالى بقى عشان تشوف مكتبك اللي انا اشرفت بنفسي على ديكوراته واساساته، وعلشان تستلم منصبك من ساعته وتاريخه. اتفضل يا سياده نائب رئيس مجلس الاداره. معقوله الشياكه والفخامه دي كلها عشان انا؟ كل اللي انت شايفه ده ذوق والدتك. ربنا يخليكي لينا اعظم ام في الدنيا. يخليكوا ليا يا حبيبي، عايزه بقى الشغل والاجتهاد اللي بجد. اهم حاجه في الدنيا دعواتك. بدعي لك يا حبيبي من كل قلبي. على فكره كل حاجه في المكتب ده جديده، ما عدا الكرسي ده. تعرف الكرسي ده بتاع مين يا احمد؟ مش عارف بتاع مين. ده كرسي جدك عبد الرحيم المصري الله يرحمه، اللي اسس المجموعه وعمل كل منشاتها واللي كلنا عايشين من خيره. الله يرحمك يا عبد الرحيم. بعد وفاته انا قلت مفيش بني ادم في الدنيا هيقعد على كرسي مكتبه ده غيرك يا حبيبي. فضلت شايلاه في المخزن ومحافظه عليه. اول ما خلصت فرش وديكورات مكتبك جبتهولك وحطيتهولك بايديا. ارجوك يا احمد، ارجوك تحافظ على الكرسي ده، تحافظ على المجموعه ومنشاتها وتكبرها وتنميها زي ما انا وجدو الله يرحمه تعبنا فيها وكبرناها. اوعدك يا ماما. اما بقى الراجل الجميل ده فده خبره وعلم في مجال شغلنا مالهمش حدود، ده غير اخلاصه اللي مدينا بيه طول عمره. ربنا يعزك يا بنتي. انا عايزاك تسمع كلامه وتاخد بنصايحه وتستفيد منها الى اقصى حدود. اوعدك يا ماما ان انا استفيد بكل نصايح جد شهودي واحافظ على تاريخ واسم صاحب الكرسي ده. ايه رايك بقى في ذوقك؟ بصراحه يا بابا فخامه وشياكه ما كنتش اتوقعها ابدا. يا حبيبي ده اقل مستوى ممكن يكون عليه مدحت عزت نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. ربنا سبحانه وتعالى قدرني واكون عند حسن ظن حضرتك. بص يا مدحت حبيبي، تاكد ان انا واثق فيك، واثق في قدراتك، واثق في كفاءتك كمان، وشور انك انت هتكون عند حسن ظني. بس انا عايز اديك نصيحه. النصيحه دي بتقول انك انت طول ما تدي البيزنس اخلاص البيزنس هيديك فلوس وهيديك نجاح. لكن بقى حنية القلب والطيبة اللي انت واخدهم من مامتك دول تنساهم خالص طول ما انت بتدير. وسواء رضيت او ما رضيتش انت لازم تكون امتداد لمحمود عزت وتحقق نجاحات اكتر من اللي حققها محمود عزت. محمود عزت اللي كون امبراطورية مالية وصناعية وتجارية من لا شيء. فاهم يا مدحت؟ فاهم يا بابا.